الحلو 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 ما يكملش. اخ يا ريتني ما سمعت كلامي. دنيا بنت قلبي متشوج من قبل ما سافر. امال لما اروح الخليج هعمل ايه؟ هعمل ايه يا وطفي؟ هترجع مجبور الخاطر ان شاء الله. بس برضك كان نفسي اطمن من قبل ما سافر. ايه اكمن ابوي قال لك ناخر الفاتحه على ما ترجع لاول اجازه؟ لا يا قلبي، وطفي مستنياك العمر كله. سافر وانت مطمن يا عبد السميع. وطفي بقى عايز تسافر؟ يبقى قابلني يا عبد السميع. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ بقى انت لسه ما زدتش على الفول يا ولد. يا اخويا فول ايه وعدسه ايه؟ ما تنطق يا عم. انا مالي؟ قال يا داخل بين البصله وقشرتها ايه؟ ما ينوبك الا بصريه. الا بصريه وما ادرك ايه؟ ما تتكلم، هو سد يقولوا عليها خبار. ما تخافش، ساعتها هبقى دافع عنك. طب اديني ودنك وانا اقول له. خد انت جيت في جمال. انا عبد السميع، انا هعمل كده مع اختي؟ هاري هعمل كده مع امك؟ وانا شرفني. اخرس يا ولد. اللهم تضرب. اخرس يا ابو مخ فاضي. يا صبحة صبحة. ايوه حاضر. تعالي يا صبحة الحقيني الحقيني. شوف الكلام الخايب اللي بيقولوا ابنك الخايب. عموما الواد الخايب. اخرس يا ولد اخرس. كلام ايه يا ابو وطفة؟ قال ايه؟ قال لي هنتهز فرصة سفر الخيبان دي ومضيك على ورقه انا بيهم الكام قرات اللي حيلتك اضمهم على الفدادين بتوعي. يا لهوي بالي بعد الكلام ده. ايوه جريه يا ولد، جبت منين الكلام الخايب ده؟ سمعت يا ماما. سمعت ليه؟ سمعت بقى يا اخويا. لو اي حاجه تديلي كده في ودنك تقولها على طول، ما بتفرسش خالص. هنا فاضي، ما فيش عجل بيميز يا عبد السميع. عيب ده نتكلم. خلاص يا وطفه خلاص، يا مدام حصلت لحد كده خلاص. احنا من بكره يا صبحه ننزل الشهر العقاري ندفع الرسوم ونسجل الارض. امال ايه؟ ابني بيطلعنا قليل الزيم على اخر الزمن. طب والسفر ياب؟ يا جير اسبوع اتنين يعني خلاص، الدنيا هناك هتتلخفن من غيره. ايوه يا عم، ده هتحلق وتنعم من جدك. اجل ما فيه، انا خلاص يا ولي قطعت البازنبورت وشددت تذكره الطياره. بتتكلم صحيح يا ولي؟ اهم يعني، واني كنت هضحك عليك يعني، ولا كنت هضحك عليك، ولا كنت هضحك عليك؟ طيب يا اخويا ما تترسمش علينا قوي. يا ساتر، الف مبروك عليك، تروح وتقعد لنا مصحوب بألف سلامه. ايه دي مالك يا ولا كده بتقولها من تحت الدرس؟ ايه صبر علي، اكمنك غفلان، ما انتش دريان اللي هيحصل لك اول ما تسافر. يا عم سلام عليكم. وعليكم السلام. ودي عطر ودي عطر ولا عطر. بقولك يا ولد ودنا اهي، قول لي ايه اللي هيجرى تاني؟ يا عم يقولوا خباص. يا اخويا ما تخافش، هبقى دافع عنك. مش انت هتسافر يوم الاربعاء؟ ايه؟ اول ما تحط رجلك في الطياره يوم الخميس لازم فرح وطفه على ابن العمدي. يا سلام صاخي يا سلام صاخي يا سلام صاخي يا سلام صاخي. لا مش هصيح. واني اقول الواد السكع ابن العمده دي ايه اللي مقعده بتخلي للنهار؟ شوف هو في دخان من غير نار. ايوه مفيش دخان من غير نار. نار تقيد فيك يا بعيد بقى يا ولد. يا ولد انت تعرف عن ابويا انه بذمتين؟ ما هو انا سمعت الرعب. جالك كلامي؟ اهي وقفه اهي، ما اديتكش عقد نافع. طب قول لي اتصرف ازاي؟ والله ما انت متحرك. ودنا ايه؟ يا عم يقولوا خباص. ما تخافش هبقى دافع عنك. فهم وطفة انك انت مسافر ولا تسافرش، ويوم الخميس تبقى تجلبها ضمطرة. متهيألي الواد ده اللي أجل سفره قبل كده، يعني ايه؟ هنبوس ايديه شوفي لي حد غيره. عنتر عبد الباسط، الاسم اللي بعد عبد السماع في الكشف لازم، وورق جاهز 24 جرات وحبتين. سفريه بداله. جوز وطفة من الجيهم ده باطل! باطل باطل! باطل 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 باطل
ضيعت كله بجنانك راجل وبشنة لكن عجلك ماشي ورا ودانك اصلي سمعت ماليش صالح قمت رجعت عشان فالح ولا يقدر قلبي يسامح ولا يزعل حتى عشانك واوعى اوعى 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 تقرب لي مكانك اوعى تقرب لي مكانك ضيعت كله بجنانك راجل وبشنبات لكن عجلك ماشي ورا ودانك سمع ضع سفر يا ولاد عنتر كان سفر يا ولاد ده جمال من وفن يا ولاد وتعبى بكفن يا ولاد حتى عيال الكفر كمان اه يا فضحتك يا غلبان ويا ريتك كنت بلا ودان كنت بجد جود زمانك واوعى اوعى 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 تجرب لي مكانك سمع ده سفر يا ولاد عنتر كان سفر يا ولاد ده جمال من وصف يا ولاد وتعبى بكف يا ولاد سمع ده سفر يا ولاد عنتر كان سفر يا ولاد ده جمال من وصف يا ولاد وتعبى بكف يا ولاد جوز وطفة من ابن العمدة باطل 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 اكتم خالص ما سافرتش ليه يا عبد السميع ما هو انا سمعت ان انت عاوزه تصفريني عشان تتجوزي ابن العمدة ابن العمدة ابن العمدة ولا ابن الجار يا حتى انا اتجوز اللي اتجوزه دون عنك انت بالذات يا بعيني اشمعني عشان عقلك مش فراسك شلته وركبت بداله ودانك وهي دي 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 عيب طق 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 ليه كل ما قلبي يدق وخلاص هيقول اوكي